نفذت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين وقفة تضامنية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم الأسير الصحفي الفلسطيني محمد القيق بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير واستمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام ل75 يوما. مزيد من التفاصيل مع حمزة الشوابكي. تعليق التوقيف الإداري شكلي وضحك على العالم، رسالة خرج بها الصحفي الأسير محمد القيق بعد مضي 75 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام، مؤكدا للعالم أجمع أن غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي إن كممت الأفواه لن تكسر أقلام الحرية. فقلم القيق شكل نموذجا للمقاومة الصحفية التي لم ولن يجف حبرها إلى أبد الآبدين. يا محمد، عائلة القيق رغم فقدانها لعماد بيتها إلا أنها تواصل نضالها وتجوب الميادين مطلقة صيحات الصمود ونداءات الحرية، وتطالب بالإفراج عنه ليس لمجرد الحرية بل اشتياق العائلة لحنيته. احنا كنا عيلة هيك مكنكنة بالبيت، يعني ما كنا نطلع دايما كتير، فهلأ اجى هذا الوقت انه احنا كل يوم في مكان، كل يوم في اعتصام، كل يوم في فعالية. الاولاد يعني بيفتقدوه دائما، كان محمد هو صدر الحنون لهم، يعني كان حتى يحن عليهم احيانا اكتر مني. وفي وقفة تضامنية هنا في عمان تضامن العشرات مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال عامة ومحمد القيق خاصة، وأرسلوا لهم رسائل صمود مغلفة بروح المقاومة لتؤكد ذات الرسائل أن حرية الفلسطيني من حرية الأردني، كما تعالت صرخات الرفض لظلم الاحتلال واستبداده. نحن هنا بوقفة عز وكرامة نفخر بموقف الأسير محمد القيق وصبره على سجنه لمدة 75 يوم وهو مقاوم ومقاطع ملذات الدنيا من أجل إثبات موقف ثابت وصريح. لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين طالبت الأحزاب والبرلمان بإدانة اعتقال القيق، كما طالبت نقابة الصحفيين الأردنيين بالرد العاجل والتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين للضغط على الاحتلال في هذا الشأن. نطالب الحكومة وكافة الجهات الرسمية بالوقف وقفة مشجعة ووقفة حقيقية أمام هذه الممارسات اللا إنسانية التي يمارسها الاحتلال الغاشم. لطالما اعتبر غض الطرف العربي عن القضية الفلسطينية شكلا من أشكال العبودية وسببا بنى عليه الاحتلال قوته، لكن التعاضد والتآزر قد يحد من تلك القوة الواهمة أنها قوة. غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي باتت تشتد على الفلسطينيين حتى باتت تهدد حياة الصحفيين، فهو القيق يدخل يومه 75 في إضرابه المفتوح. حمزة الشوابكي، رؤيا.